السلام عليكم طلاب. اليوم راح نكمل محاضرتنا الدي سي جنريتر. أخذنا بالمحاضرة السابقة الأي سي جنريتر وقلنا مبدأ توليد الطاقة الكهربائية من طاقة حركية، وذلك بحسب قانون فاراداي. انتم اللي ماخذيه طبعا هذا قديم مار عليكم، انه ملف يقطع خطوط فيض مغناطيسي، ملف متحرك، ملف متحرك، نركز على هاي النقطة، انه ملف يتحرك داخل خطوط فيض مغناطيسي، لان الفيض المغناطيسي هسه عندي شنو؟ ثابت. راح تتولد عندي اي ام اف، فولتية محتفة بين طرفي هذا الكويل، وعند ربطة بالدائرة الخارجية راح يسرع عندي تيار كهربائي ويجهز الحمل بالكهرباء. قلنا مبدأ توليد التيار الكهربائي الدي سي جنريتر مين اخذناه؟ من الاي سي جنريتر. اذا الفكره الاولى التوليد الكهربائي كانت اي سي، بعدين الستركتشر طبعا هو نفسه في حاله الاي سي جنريتر والدي سي جنريتر، بس سووا تغيير بسيط بحيث حصلنا الاوتبوت مالتي اللي يمر بهذا اللود هو شنو؟ نوعه دي سي. شنو نقصد بالدي سي؟ دايركت كارنت، يكون ثابت شنو بهاي الحاله بالاتجاه، اتجاهه راح يكون ثابت وليس متغير. ذاك الاي سي الالترنيتنج المتناوب، الالترنيتنج اقصد متناوب، انه راح يكون عندي جزء موجب من الصفر للباي وجزء سالب من الباي للتو باي، اوكي؟ حسب تردد قلنا مالتنا الوطنيه اللي هو 50 هرتز، 50 سايكل بير سكند من هذه الموجات. هسه الدي سي جنريتر لا، راح نقلبها الموجه، راح تنقلب الموجه اللي كانت بالسالب تصير موجب. اذا حصلنا تيار ثابت بالاتجاه، بس شنو هو؟ بعده متغير بالمقدار، لان احنا الرسم مالتي دي يكون تيار مع زمن او تيار مع الزاويه، يعني اي الاكسس هذا اللي نختاره يمثل لي زاويه بالدجري بالراديان، يعني اوميجا تي، ثيتا او التايم. زين، هاي ايش راح نحصل احنا بهاي الحاله؟ راح نحصل تيار متغير بالمقدار، مثل ما نشوف السايسودا شو تكون عندي؟ متغير بالمقدار. المهم بس شنو؟ ثابت بالاتجاه كله بالموجب. ايش سوينا؟ شلون حصلنا الدي سي جنريتر؟ حصلنا تيار ثابت من الاي سي جنريتر، انه فقط غيرنا الون سليب رينج. احنا مو كانت عندنا حلقه، حلقة كاملة نجمع من بها التيار وناخذه المن، يعني البرش راح تكون بتماس معها وتجهز الدائرة الخارجية. سوينا سبلت انتو تو بيسز، قسمنا هاي الحلقة، هاي الحلقة قسمناها إلى شنو؟ نصفين حلقة، نصفين. إذا نصف حلقة صارت عندي ونصف حلقة شو نصيح لها؟ نصيح لها الكوميتيتر، سميها الكوميتيتر أو الجامع. So the current in the external circuit does not change direction. إذا راح بالكوميتيتر هذا اللي ربطناه اللي راح يجمع عندي التيار باتجاه واحد، راح يجهز لي الدائرة. حنشوف هنا أنا هاي مالتي المخطط، هاي الدائرة مثل ما تلاحظون ايش عندي هنا؟ انقسمت، صارت نصفين، نصفين حلقة، كل نصف حلقة راح يكون مربوط بجزء الطرف، العفو، من هذا الملف، الطرف الثاني من الملف بالنصف الاخر. ذن البراش راح يكون ان تاتش، قلنا مو ملحومات، لان لات اللحم هو يفتر بواسطه هذا الروتور مالتنا، هذا اللي يحرك هنا الملف اللي هو بعدين راح نسميه احنا الارميتشر، راح شو يصير؟ راح تتقطع الاسلاك، فيكون ان تاتش هذا مربوط هنا بسبرينج، هذا ان البراش هنني مربوطات بمن؟ بهاي الدائره الخارجيه، راح تجهز تيار لهذا المصباح او اللود، اي لود كان. زين، هذا نفس الشيء هنا عندي المغناطيس الدائم، خطوط فيض راح تتولد عندي، وهذا الملف اللي دا يتحرك هنا طاقه حركيه داخل ملف قطعه راح يتولد عندي اي ام اف. هنا قلنا نفس الشيء المخطط تو براش، ذن نصيح لهن السبلت رينج. اذا من هو الكوميتيتر؟ سبلت رينج. من الكوميتيتر؟ سبلت رينج. اوكي، نجي هنا يقول ذا سبلت رينج كوميتيتر
accommodates for the change in direction of the current in the loop, thus creating direct current DC. Okay, current going through the brushes. وين راح يروح بالبرش اللي هي هنا هاي الاكس والواي هي البرش. Okay, and out to the circuit وإلى الدائرة الخارجية اللي هنا هذا اللود اللي هنا مثلت أنا فد مقاومة أو حمل. حنشوف شنو السبب هالمرة التيار ما حينقلب وإنما راح يبقى بنفس الاتجاه يعني باتجاه الموجب فحصلت أنا الدائرة. باعوا الكيس الأولى. الكيس الأولى هذا السلك الملف الكويل ده يتحرك داخل هذا المجال المغناطيسي اللي هي من النورث للساوث. هذا هنا عندي الهيدن اللاين هنا راح يمثل لي كأنه الشيفت. هنا عندي محرك ده يفر هذا الكويل. هذني أطراف الملف مرتبطة بيمن مرتبطة كل طرف بالسبلت رينج بنصف الحلقة. هاي نصف الحلقة وانتاتش ويامن هي ذن الاكس والواي اللي هي البرشز اللي هي مربوطة ليوين للدائرة الخارجية. احنا شرحنا وقلنا يكون عندي التيار او الاي ام اف ماكسيمم عندما يكون مستوى هذه اللفة هذا الملف موازي المن الى خطوط الفيض فراح يكون القطع شنو اعلى شيء الى ان ما يكون متعامد يصفر يبدي يزداد وهكذا. حنشوف هنا أنا في حالة دي سي شون باوع هذا اللي هو كان بهذا الاتجاه from A to B راح يكون هذا اتجاه التيار. فريته للكويل من فريته للكويل طبعا هذا هسه من الاي للبي هذا الاتجاه ومن السي للدي هذا الاتجاه. اذا الاكس والواي شو راح يمر بها اتجاه التيار بهذا الشكل بهذا الشكل عبر اللود وهكذا يفتر. هسه حركت من فريته بالكيس الثانيه البي بي اي وين صارت؟ صارت هنا أنا. اوكي والسي للدي وين صارت؟ صارت بهاي الاتجاه. اللي راح يصير انه راح ينقلب الاتجاه مالت التوليد راح ينقلب الاتجاه واني قلبت يعني انقلب عندي الكويل ايش راح يصير؟ المعكوس راح ينقلب للاعلى. يعني شلون نقول سالب سالب موجب راح ينقلب لي وين؟ للاعلى. اذا ايش بقى اتجاه التيار؟ لا تلاحظوا نفسه بقى اتجاه التيار نفسه اللي هو يكون دا يتجمع بالكوميتيتر وينطي المل للبرش واتجاه التيار باللود هو نفسه بالكيس الاولى والكيس الثاني. اذا هنا ايش سويت اني؟ قلبت هاي الكيس الثانيه كانه اللي هي انا وصلت بها لي وين؟ من الباي للتو باي. اوكي؟ من الباي للتو باي يعني من 180 ل 360 ايضا بقيته التيار بنفس الاتجاه بسبب هاي الميكانيكال تكنيك اللي استخدمته اللي هو اني من قسمت الحلقه الى نصفين. لاحظتوا شلون طلاب؟ فحصلت اني الدي سي كات. هنا أنا تفصيل الرسم مع كل حركه من حركات الكويل. طبعا اني قلنا شنو؟ يكون التوليد صفر بحالة وين باعوا هنا هذين النقطتين يعني هذا دا تباوع انت مقطع عرضي هذا مقطع عرضي للستركتشر مالتي الكويل ما عندي كهرباء بهذا الاتجاه. ليش؟ لان مستوى اللفة شبيه عمودي على خطوط الفيض فصفر يبدي يتحرك الى ان يوصل الى ماكزيمم وين بالتسعين بالتسعين هذا اتجاه التيار. بعد اتجاه التيار هنا هذا الاحمر اتجاه التيار السهم هنا رجع صفر فما عندي تيار. من يرجع هنا بال 270 اللي هي مقابل الها اوكي اللي هي يعني بعد 180 من 90 لل 270 باعوا اتجاه التيار صار بي هنا هنا انقلب. اذا انقلب ايش صار؟ بقى عندي بوزيتيف رجع هنا بال 360 صفر وهكذا تنعاد الدورة. هنا أيضا خطوة بخطوة لاحظ من يكون مستوى اللفة عمودي تيار جقدش يقرأ الأميتر هنا الرابط تاني ويا الحمل صفر يرجع هنا مستوى اللفة مالت يعني الكويل مستوى يكون موازي إلى خطوط الفيض وعمودي عليمن على الحركة على الحركة مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة قاعدة اليد اليمنى
اللي هي شلون طبقناها اتجاه الحركة هنا متعامد على اليمين على مستوى اللفة، فراح يكون عندي بتشوف هاي نقطة بي ان 90 درجة راح يكون ماكسيمم، هاي بي بالرسم 90 درجة ماكسيمم، يرجع هنا ديفتر كلوكوايز طبعا اتجاه الحركة، حركة اتجاه عقارب الساعة، راح يصير شنو عندي ايضا صفر بنقطة سي، هاي بالبوزيشن سي 180 درجة شقرة الاميتر صفر، يرجع هنا نفسها لاحظتوا هنا التيار وين عندي تيار، هنا صفر ماكو تيار، هنا صفر ماكو تيار، باعوا هنا بالبي يعني الاي والسي ما بها تيار، باعوا بالبي، بالبي ايش عندي هذا التيار دا يتحرك بهذا الاتجاه، بدي بقى بنفس الاتجاه لين انعكس اتجاه التيار بهذا السايد من الملف، وهو انعكس انقلب قلب انقلب بقى عندي بنفس الاتجاه، نجي هنا نفس الشيء بال 360 شبيه دا يقرا الاميتر صفر وماكو عندي تيار، لاحظتوا شلون طلاب؟ نجي هسه هو سين هاي بال 90 لاحظوا شلون صارت ماكسيمم، حصلت بقى بنفس الاتجاه شوكت بال 90 من مستوى هذا الكويل بالبنفسجي موازي الى خطوط الفيض هاي الخضراء، اوكي بال 120 بدا شو يصير بي؟ بدا يقل، هنا ماكسيمم باوع، هنا بدا يقل الى ان ما يوصل 150 180، 180 رجع مستوى اللفه، عمودي وين؟ على خطوط الفيض، اذا ما عندي تيار، صفر بال 180 رجع بال 210 ايش صار عندي؟ بقى شوفوا بسبب هذني انصاف الحلقات تكون هاي ان تاتش ويا ذني بي كي وذني البرشز مالتي الفرج بنسحلها بالعاميه، اوكي وهذا اتجاه اللود بقى نفسه صعد لل 270 ماكسيمم مقابل الى بال 90، هذا اتجاه التيار ظل يمر بنفس هذا الاتجاه خلال اللود و 300 بدا يقل بال 360 درجه صفر وما عندي تيار يمر باللود، اوكي طلاب هسه بعدين نجي نكمل شرح الستركتشر للجنريتر شلون راح يكون ان شاء الله على المحاضره القادمه.